مشروعات تأجير المسائي، تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، مشروعات إعادة الاستخدام. كل دي مشروعات بتخلي المنظومة المائية ككل تقدر تتعامل بمرونة، تقدر توفي احتياجات أهالينا المزارعين. لما يكون عندي المجرى المائي سليم ما فيهوش أي معوقات هقدر أوصل المية، لما بعمل إعادة استخدام للمية فبزود أو بقلل كمية الفرق بين الموارد والاحتياجات اللي عندي. مكاسب عديدة من خلال مشروعات بتتنفذ على الأرض، مش مجرد إجراءات فقط، ولكن بتكلم على مشروع بيقدر يخليني كوزارة ري أقدر أدير هذه المنظومة المائية بكفاءة ووصل المية للمنتفعين. من جانب آخر، الإجراءات اللي بتقوم بها الوزارة، طبعا احنا دلوقتي في فترة أقصى الاحتياجات بتبتدي تقريبا في شهر 5، هي تعتبر فترة الصيف، في ارتفاع كبير في الاحتياجات نتيجة للمحاصيل الصيفية، طبعا بتبقى احتياجاتها المائية عالية، احتياجات مياه الشرب وخلافهم. ففي حالة استنفار من شهر 5 اللي فات، من بداية فترة أقصى الاحتياجات في جميع أجهزة الوزارة. احنا عندنا طبعا إدارات ري وصرف وميكانيكا في جميع محافظات الوادي والدلتا، وفي إدارات حتى للمية الجوفية في محافظات الصحراوية. الأجهزة دي وجميع هذه الإدارات في حالة استنفار واستعداد، في نبطشيات مستمرة شغالة 24 ساعة من المهندسين والعمالة الموجودة في الإدارات دي لعملية المتابعة المستمرة، بحيث ان احنا نضمن ان الترع الملاسيب فيها وكميات المية اللي فيها تكفي احتياجات المائية سواء للزراعة او للشرب او غيرها من الاستخدامات. وفي نفس الوقت انا من خلال متابعة مستمرة للمصارف ومن خلال محطات الرفع اللي تم تطويرها وصيانتها وتأهيلها خلال السنوات الماضية، ومن خلال ايضا محطات الرفع الخاصة بالطوارئ، بضمن ان شاء الله حتى المناسيب ايضا في المصارف تكون آمنة، ما تعليش لا قدر الله تسبب غرق أو تسبب مشكلة. في عملية متابعة مستمرة من جميع العاملين في الوزارة لمنظومة الترع والمصارف ومحطات الرفع في جميع المحافظات، بحيث أننا نضمن أنه المواطن أو المنتفع لما يطلب كمية مية يلاقيها بالكمية وبالوقت وبالجودة اللي هو طالبها، وتكون المنظومة المائية قادرة تتعامل مع كل هذه الاحتياجات، ويعني مع أقل قدر ممكن من الشكاوى، أو حتى لو في شكاوى حصلت بيتم التعامل معها بشكل فوري وحسمها إن شاء الله. طيب، منظومة تبطين الترع بصراحة بعد التجربة وبعد اللي بيتم على مستوى المحافظات والقرى حاليا من هذا التطور المهم، فاتكوا قد إيه أو ساعدكوا قد إيه؟ بص حضرتك، هو بمنتهى الصراحة فرق هائل. المجرى المائي بقى قادر يوصل المية. زمان كانت المجاري المائية الترع مليئة بالمخلفات بالحشائش، القطاع المائي متهاين في أماكن، في استبحار يعني واسع في أماكن أخرى. في للأسف أهالي بيشوفوا هذا المنظر فبيرموا مخلفات، بعض الأهالي للأسف المية مش قادرة تمر في هذا المجرى المائي، مش قادرة توصل للنهاية. كان بيجي عدد كبير جدا من الشكاوى بالذات من نهايات الترع. لما المجرى المائي تم إزالة كل المخلفات اللي فيه وخلصنا من حتة استبحار القطاع المائي والتهايو اللي كان موجود في بعض الأماكن والحشائش، واستعدنا القطاع التصميمي للترع، وكمان الأهالي لما شافوا هذا المنظر المتحضر الجمالي بقى هم نفسهم بيحافظوا عليه. نادرا دلوقتي ما بنشوف إلقاء قمامة في الترع المؤهلة. فرق بشكل يعني كبير جدا جدا، إن المية بعد ما كانت بتوصل بصعوبة لنهايات الترع، إحنا عندنا دور العمالة 5 أيام. كان في زمان قبل التأهيل كان ممكن الخمس أيام يخلصوا والمزارع اللي في آخر الترع لسه مرواش، يتصل بمهندس المركز علشان يمدله يوم سادس وسابع عشان يلحق يروي. دلوقتي في خلال يومين فقط كل المزارعين على الترعة بيرووا سواء الأول أو الآخر، لدرجة أن حتى الأراضي اللي في نهايات الترعة قيمتها السوقية ارتفعت. كان زمان قيمتها أقل لأن هي في آخر الترعة والمية توصلها بصعوبة والصاحب الأرض على طول بيشتكي، دلوقتي خلاص المشكلة انتهت فقيمتها السوقية ارتفعت. في أراضي كانت بور تماما بقى لها 15 سنة و20 سنة المية مش واصلة لها، المية الحمد لله بقت بتوصل لها. فالحقيقة فرق كبير جدا جدا، فرق في عملية إدارة وتوزيع المية، وده احنا فعلا
اطارات ري وحتى كعدد شكاوى حاسين بالفرق الكبير اللي عمله تاهيل الترع في عمليه اداره وتوزيع المياه. الاستعدادات كويسه لاسبوع القاهرة اللي جاي الرابع ولا الخامس للميه؟ القادم ان شاء الله الخامس. ترتيباتكم ايه؟